كثيرا من أسئلة يسأل عن اجتماع القرآن الكريم وهو يتلى والمرء على غير طهارة، هل يصح له أن يستمع إليه؟ ماذا في ذلك؟ أن يستمع إلى القرآن وهو على غير طهارة، كما أنه لا بأس أن يقرأ القرآن من غير المصحف وهو على غير طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب وكان الحدث حدث أصغر. أما الحدث الأكبر فإنه يمنع قراءة القرآن مطلقة لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم.